طيب احمد، خليني ابدا معاك مقارنه ما بين بدايات مارسيل كولر وفايلر وموسيماني وسوارش، ومين طبعا اللي حقق افضل بدايه ومين اقوى هجوميا ومين اقوى دفاعيا؟ طبعا احنا عاملين مقارنه كده ما بين المدربين اللي هم تولوا النادي الاهلي في الفتره الاخيره في طيب اول بعد اول 6 مباريات. ممكن المقارنه بتدل على بعض الاشياء هنستنتجها من بالارقام. يعني كولر كسب ال6 مباريات من نعم الستة، يعني من اوكي ال6 ماتشات كسب 6، اتعادل 0، ما خسرش ولا مباراة. طبعا احرز 12 هدف في نعم ال6 مباريات، لعيبة النادي الاهلي جابت 12 جون بمعدل هدفين في الماتش الواحد. معدل الاستقبال الاهداف قدامنا الارقام برضو، سوارش ادي الارقام، سوارش لعب 6 كسب 3 بس وتعادل 1 وخسر 2. موسيماني لعب 6 كسب 5 وتعادل 1. فايلر لعب 6 وكسب 6، زيه زي مين؟ زي كولر. ده بالنسبة للأرقام لعب وفاز، اوكي أقل الأرقام فيهم طبعًا سوارش. نيجي نبص ليه بعد كده لإحراز الأهداف، نكمل إحراز الأهداف. الأقوى هجوميًا فايلر، اوكي 3.1 من 10، كولر 2، وزي موسيماني 2، أقل واحد فيهم سوارش 1.5. نعم نيجي لمعدل استقبال الأهداف، الأقوى دفاعيًا كولر وموسيماني. النادي الأهلي استقبل هدف واحد بس في ال6 مباريات، موسيماني استقبل هدف واحد، سوارش استقبل 4 أهداف، فايلر استقبل 3 أهداف في أول 6 مباريات مع النادي الأهلي. الشباك النظيفة برضو الأقوى دفاعيا كولر مع موسيماني 5 مباريات كلين شيت، سوارش وفايلر 4 مباريات. نيجي بعد كده ليه أول لقب، يعني حقق أول لقب بعد قد إيه؟ كولر بعد 49 يوم من توليه مهمة النادي الأهلي، سوارش محققش. نيجي لموسيماني بعد 56 يوم، فايلر بعد 20 يوم، حظه إن هو كان مباراة السوبر كانت قريبة فبعد 20 يوم حقق اللقب. تمام نيجي لأول قمة، أول قمة كولر كسب الزمالك 2-0، سوارش سوارش خسر 2-1، موسيماني كسب 2-1، فايلر كسب 3-2. اوكي فالمقارنة بتبين لك إن كولر يعتبر 3-2 دي انا اعتبرها 1-0 فرق واحد. ماشي يمكن المقارنة بتبين لك إن كولر أرقامه كويسة جدا بالنسبة للمدربين. فايلر هو يعتبر الأقوى هجوميا، معدله 3.1 من 10، كولر الأقوى يعتبر تاني أقوى هجوم وأقوى خط دفاع. ايوه طبعا كلهم حققوا ألقاب ما عدا سوارش. برضو الأول قمة، الفوز دايما في القمة بيزود المدرب عند الجمهور يعني.